هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما هو الشك الذي يكفر به من آمن؟ وهل مجرد الشكوك العارضة في وجود الله تعالى أو في صدق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيه فرق بين الوسواس والشك. الشك لا يجوز، أما الوسواس يعتري الإنسان ويدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان، ولا يلتفت إليه ولا يتكلم به، هذا الوسواس. أما الشك والعياذ بالله هذا كفر، هذا كفر، وهو التردد بين شيئين، ما يدري هو كذا ولا كذا، ما يدري هو ما جاء به الرسول صحيح ولا ما هو صحيح. نعم.